صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: قول الله تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين، يقول هل هذه الآية محكمة أم منسوخة؟ منسوخة، الآية منسوخة بآية المواريث، هذه الآية متقدمة قبل أن تشرع المواريث، فلما شرعت المواريث نسخت هذه الآية، وقال صلى الله عليه وسلم: لا وصية لوارث، إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، فهذه الآية منسوخة. نعم.